نحكي عن الحلق أكتر شيء هلأ، شو أكتر شيء بيناسب المسا؟ فنحن حنقول إنه للمسا حنروح أكتر للأشياء الكبيرة، لأنه دايماً عم يكون عنا مناسبات. خلينا نقول نحن ما عم نحكي بطلعة عادية، نحن عم نحكي بمناسبة، فحنكون نحن بحاجة شيء يبين إطلالتنا. حنروح على حجر كبير مثل هذا الحلق اللي هون موجود، اللي هو العين مع حجر كبير أسود. هذا الحلق كتير مميز وكتير بيعطي يعني لإطلال، بيزيد على إطلالتنا. فينا نقول فينا نلبس معه شيء أسود سادة، بيكون بكفي، ما ضروري أبداً إنه نكون لابسين شيء كتير فيه تفاصيل. أوكي، وكمان دايماً المسا منشوف إنه بيكون في ألماسات داخل، مثل ما نحن بنلبس بالليل الألماس تبعنا وكل شيء، يعني مجوهرات عنا ياها. فكمان عم يكون عنا الاكسسوارات تبع الحلق فيها الماسات، مثل هاد الحلق اللي هون يلي فيه عصفور، العصفور كله عليه الماسات صغيرة. كمان حجمه صغير، مانو كتير كبير، للصبية اللي بتحب الشيء الأنعم، وإذا كان وشها كمان أصغر فينا نقول رقبتها مانا كتير طويلة، هذا حلق كتير بيناسبها. حتى عم نطلع شوي من الذهبي، رحنا على البرونز هون، دخلنا معه الفضي مثل ما حكينا من قبل انه ممكن ندمج لونين مع بعض. هذا الحلق عامل هذا الشيء، فيه هذا الديزاين اللي هو لونين مع بعضهم، وفيه البرقه بس ما لها الماسات. ترتيب الاكسسوار ما بيختلف عنا حسب الحفلة أو المناسبة اللي نحن رايحينها. بالآخر هي ما في قاعدة معينة نحن نمشي عليها، بالآخر كل واحد هو شو بيحب، شو بيناسبه، هو مقتنع بحاله أو لا. أهم شيء يكون هو مقتنع بحاله الواحد، لحتى يكون مبسوط، حتى ينبسط بالحفلة، حتى يكون هذا الشيء حتى ظاهر عليه قدام الناس. فما فينا نقول انه هو في قطعه معينه لعشاء ولا العرس ولا لشيء، هي هذا كله بيعتمد على انا شخصيتي كيف، انا كيف مرتاحه، تيابي شو لابسه، شعراتي. هي بالاخير اطلاله كلها متكامله، جزء لا يتجزا. فينا نحكي عن المبالغه بالمجوهرات وقت المناسبات. انا بشوف هذا الشيء يمكن بيرجع من زمان، من زمان كانوا انه اذا كثير تمكيجت وكثير عملت شعرها وكثير حطت اكسسوارز، معناتها هي انه خلص هيك رايحه على العرس. هلا عن جديد لا، ما عاد هذا الشيء موجود، ولا عادت العين حتى بتتقبل هيك. دائما خلينا نكون اكثر سمبل، يعني دائما بيقولوا الجمال بالبساطه. فهي ما بتدل على شخصية الواحد على قد ما هي بتدل انه بجوز شو مكتسب آراء او معتقدات من العالم اللي حواليه. بجوز نحن نقول له كلمة يحس عن جد بالفرق، انه اذا كان ابسط حيكون احلى. الموضة بالنسبة للالوان، سواء نحن عم نحكي الذهبي الفضي البرونز بالفترة المسائية، هي ما فينا نقول كمان انه هي شيء معين. هلا فينا نقول انه غالبا عم يكون كل شيء ذهبي صح، والذهبي عم ندخل عليه الوان حجار مختلفة حسب ثيابنا، كمان فينا نفصل حسب نحن شو منحب اكيد، بس ما فينا نقول انه هو في لون معين، كله هذا بيعتمد على انا فستاني شو لابسه.